ايوه زي ما شفت كده في العنوان بتاع الفيديو، محمد الشناوي هيغيب عن النادي الاهلي لمده 5 اسابيع، او بالبلدي كده هيغيب 5 مباريات في غايه الاهميه من نسبه للنادي الاهلي، منهم مباريات في دوري ابطال افريقيا، منهم مباريات في الدوري المصري، وده اللي هنتكلم فيه في الفيديو بتاع النهارده. ولكن قبل التفاصيل، يا مساء الفل عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم جات في العارضه. في البدايه كده، لو انت اول مره تشوفني او طبعا مش مشترك في القناه، فيا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ده لو انت عايز تعرف كل ما يخص الكره المصريه، وعايز كل الناس اللي بتشوف الفيديو دلوقتي تعمل لايك للفيديو علشان نوصل لكل الناس اللي عندي على الشانل. محمد الشناوي حارس النادي الاهلي وحارس المنتخب الوطني، من المفترض انه ما كانش يشارك في مباراه منتخب مصر ومباراه ليبيا، والمباراه طبعا اللي فاز فيها المنتخب الوطني ب3 اهداف مقابل لا شيء على منتخب ليبيا، ومن المفترض اصلا انه ما كانش يلعب المباراه الاولى اللي اتلعبت هنا في مصر واللي فاز فيها المنتخب الوطني ايضا بهدف دون رد على المنتخب الليبي. المفروض تخيل بقى انه ما كانش يلعب، لان في مصادر بتقول لك ان محمد الشناوي اصلا كان مصاب من قبل مباراه مصر وليبيا الاولى. طيب ما دامت هو مصاب شارك ليه؟ انا عشان نكون متفقين مع بعض، ولا اهلاوي ولا زملكاوي ولا بنتمي لاي نادي بعينه، انا راجل شغلتي ان انا بجيب لك الاخبار وبعرضها لك في فيديو على قناتي على اليوتيوب فقط لا غير، وعلى صفحتي على الفيسبوك، دي شغلتي بالنسبه ليك انت كمشاهد بتشوفني دلوقتي. اما انا بقى بتكلم في الحق فقط لا غير. محمد الشناوي مصاب وعنده اصابه، يشارك ليه؟ اذا ما دامت هو راجل مصاب الطبيعي انه ما يشاركش، الجهاز الطبي قال لك ما يشاركش يبقى خلاص هو ما يشاركش، اللاعب قال لك ان انا مصاب ومش هقدر اشارك برضه المفروض انه ما يشاركش. محمد الشناوي في تصريحات بتقول ان محمد الشناوي بيقول ان انا مش هقدر اشوط الكوره وانا مش هقدر اشارك، فانا قلت لك يعني هو اصلا رد فعله كان بعد المباراه لغه الجسد او البادي لانجوج او الرياكشن بتاعه كان بيقول لك كان بيعاتب عصام الحضري المدرب بتاع حراس المرمى، بيقول له انا قلت لك ان انا مش هقدر اشوط الكوره، مش هقدر اكمل، مش هقدر اشارك. فالطبيعي ان المفروض لما يكون في حارس مش قادر او عنده اصابه ولو بسيطه علشان الاصابه دي ما تتطورش داخل المباراه، يبقى لا، يبقى في فكره جميله جدا وحلوه لازم تتعمل، اشوف البديل. زي ما قلت لكم في فيديو قبل ده، قلت لكم ان في البديل لمحمد الشناوي، في عندك ابو جبل، في عندك محمد بسام، في عندك حراس جميله جدا، حراس تسد مكان اي حد بمعنى اصح. يعني انا مش عايز اتكلم دلوقتي في نقطه ان محمد الشناوي رقم واحد ولا ابو جبل رقم واحد، لا انا مش هتكلم على النقاط دي خالص دلوقتي، ولكن انا بتكلم بدافع عن محمد الشناوي علشان اللي حصل معاه ده حاجه مش لطيفه على الاطلاق. نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر اتعرض لاصابه في البدايه وشارك في المباراه رغما عنه، يعني هو ما كانش عايز يشارك اصلا وكلنا لاحظنا حاجه زي كده، شارك في المباراه والاصابه بتاعته اتطورت، وده طبعا اللي مخلي زعر داخل القلعه الحمراء وداخل جمهور النادي الاهلي كله بشكل عام متضايق جدا بسبب اللقطه دي. محمد الشناوي هيغيب عن مباراه الحرس الوطني في بطل النيجر، طبعا في مباراه الذهاب والعوده، يعني الذهاب والاياب كده كده هيغيب عنهم محمد الشناوي. طيب تعالى بقى نروح لمباريات الدوري، تخيل بقى ان هو هيغيب عن مباراه الزمالك، هيغيب عن مباراه الاسماعيلي، هيغيب ايضا عن مباراه البنك الاهلي، يعني 3 مباريات هيغيبهم محمد الشناوي في الدوري المصري في بدايه الدوري كمان، وفيها عندك مباراتين في دوري ابطال افريقيا. ما هو حق بصراحه بكل وضوح، حق جمهور النادي الاهلي يتضايق، حق جمهور النادي الاهلي يزعل جدا، حق جمهور النادي الاهلي ياخد على حق خاطره جدا، يعني ايه انت حد مصاب تخليه يشارك؟ فده السؤال اللي ملهوش اي اجابه لحد الوقت ده. لحد الوقت ده سؤال ملهوش اي اجابه. على فكره يا جماعه، عصام الحضري هيقدم استقالته خلال الايام اللي جايه، وادخل هتلاقي فيديو قبل ده على طول فيه كل تفاصيل الموضوع ده وكل القصه اللي حاصله ما بين عصام الحضري وكروش. ولكن ده مش موضوعنا، موضوعنا النهارده وموضوعنا في الحلقه دي موضوع محمد الشناوي. انا بلوم كل اللوم على الجهاز الطبي بتاع المنتخب الوطني، بلوم كل اللوم على كابتن عصام الحضري المدرب حراس المرمى بالمنتخب الوطني، بلوم على كل حد وافق على ان محمد الشناوي يشارك رغم انه مصاب. اللاعب مصاب يعني ايه يشارك؟ دي الحاجه اللي عامله زعر. محمد الشناوي يا جماعه مصاب، هيغيب لا يقل عن 4 أو 5 اسابيع، اللي قال الكلام ده دكتور احمد ابو عبله، وضح الكلام ده وكل الناس عارفه بالكلام ده، مش انا بس اللي بقوله عشان الناس ما تحرفش كلامي. محمد الشناوي يا جماعه اصبح لاعبا مصاب وهيغيب 5 مباريات على النادي الاهلي، وهيغيب لا يقل عن 4 أو 5 اسابيع. اكتب رايك في تعليق، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت عايز تعرف كل ما يخص الكره المصريه.